انعقدت في عمان أعمال اجتماع المجلس الأعلى للمنظمة الأورو المتوسطية لقوات الشرطة والدرك الذي استضافتها قوات الدرك على مستوى القادة والمدراء العاملين. تفاصيل أكثر من تابعها بتقريرنا الجاي، فكونوا معنا. يعتبر الأردن حجر الأساس في أمن واستقرار إقليم الشرق الأوسط، فهو يتصدى للإرهاب بكل حزم وثبات، وهو صمام أمان الإقليم وبالتالي للعالم بأسره. هذا ما تحدث به مدير عام الدرك اللواء الركن حسين الحواتمي في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الأعلى للمنظمة الأورو متوسطية لقوات الشرطة والدرك التي استضافتها قوات الدرك على مستوى القادة والمدراء العامين. الأردن حجر أساس في الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كما أن الرئاسة الأردنية قامت بطرح قضية اللجوء، وهي من أهم القضايا التي يعاني منها الإقليم بشكل عام والأردن بشكل خاص، حيث قدمنا أوراق عديدة وركزنا على أهمية أن يقوم العالم بدعم الأردن للاستمرار بقيام بواجباته تجاه اللاجئين. وقد أشرت بأن هذا الدعم ليس منحة بل هو واجب على كل الدول، بالإضافة إلى الدور الرئيس الذي يقوم به الأردن في مجالات مكافحة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الإقليم. وأيضا هنا أكرر بأن العالم يجب أن يقوم بدوره في دعم الأردن، والذي يعتبر البوابة الرئيسة في وجه مكافحة الإرهاب. الاجتماع الذي ترأسه الحواتمة والذي ضم قادة ومدراء ورؤساء ووفود الأجهزة الأمنية الأعضاء في المنظمة ركزت على حل الكثير من القضايا العالقة وصولا إلى تمتين العلاقات بين دول المنظمة، كما وناقش الاجتماع العديد من الملفات الأمنية التي تهم الأعضاء، ومنها الإرهاب والاتجار بالبشر والتسلل عبر الحدود وغيرها. له المنتدى خلال السنة الماضية لترأسات الأردن، الموضوع الأساسي كان موضوع التعامل مع الهجرة، المهاجرين، أزمة المهاجرين وكيفية إعطائهم حقوقهم للحفاظ على الأمن الوطني للدول. أيضا خلال الاجتماعات الأربع السنوية اللي تم عقدها كان الدور الأردني كبير جدا في تنسيق هذه الاجتماعات وفي تحفيز المشاركة وفي وضع الأجندة ومثل هذه الأمور. واستطاعت قوات الدرك الأردنية خلال فترة ترأسها رئاسة المنظمة من إنجاز 17 بندا، كان أبرزها دعم جهود جهاز الأمن الوطني الفلسطيني للحصول على العضوية الدائمة بعد أن ظل بصفة مراقب لمدة عامين. بالبداية أود أن أشكر الشعب الأردني الشقيق والقوات الدرك الأردنية الشقيقة على كل الجهود التي قدمتها من أجل دعم قوات الأمن الوطني في منظمة ألفية. في الحقيقة في سنة 2014 تقدمنا بطلب من أجل الانضمام إلى عضوية أو إلى منظمة الدرك الدولية، كان بالسابق اسمها منظمة الدرك الأوروبية المتوسطية للشرطة والقوات ذات الطابع والتشكيل العسكري، لإيماننا المطلق بأنه الأمن هو أمن جماعي وليس أمن فردي. البيان الختامي أكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين منظمة الفياب والمنظمات الأمنية الدولية في الاتحاد الأوروبي والعالم، والذي يظهر بوضوح دور المنظمة حيال القضايا الدولية المختلفة.